حاجب. طريقتي نفسها اللي هو من تحت أرسم خط يكون مستقيم تمام، في النهاية أكسر كسرة بسيطة تمام. من مركزة علشان ننجز في الدرس تمام. راح أخذ الخط، لما أخلص يا بنات نسأل خلاص. الآن بس كبسوا الله يسعدكم. أخذ خط موازي للخط اللي تحته بالضبط، بعدين قبل ما أوصل للكسرة الأخيرة أكسر تمام. يعني مو شرط لازم تسوي نفس اللي أنا أسويه تمام. طبعا بعدين راح أعبيه بشكل مايل زي ما قلت، أو كل حسابي حواجب خلاص. وأنا مقدمة الآن أغير اسمي يصير فاتن حواجب من كثر فاتن حواجب ولاينر خلاص. شعرات على فوق شايفين، ويدي نفس الشيء طبعا مايلة. وتقعدي طبعا تضبطي لما يكون بالضبط شغلك خلاص تمام. عبارة عن شعرات، كله شعرات مرة سهل. أهم شيء تكون الشعرات في على امتداد الخط اللي تحت يا بنات اللي رسمته الأول تمام. وطلع يدك كذا بشكل عشوائي خلاص. شعرات مرة خفيفة، يدك مرة تكون خفيفة على القلم. في بنات يقولوا جبناه ورسمنا يرسم معانا عريض، هو أكيد بيرسم عريض إذا أنت من النوعية اللي تضغطي على القلم. أي قلم بيرسم معك عريض حتى لو أنه كان أنحف قلم في العالم، فهمتوا يا بنات؟ فالمشكلة وين؟ المشكلة أني أنا أضغط، أنتوا تضغطوا على القلم يعني شوي قالي تمام؟ ودايما عرفتوا عادتي أنتوا، أنا بشتغل تقريبا من كل البلت هذا الألوان عشان ما تقعدي تقولي كيف أركب الألوان مع بعض. خلاص باخذ هذا اللون، افتح لون دائما قلنا هو نختاره كلون انتقالي تمام. اخذ منه، تقدري برضو من مع هذا بس علشان برجع اغمق، فهي هي تاخذي هذا مع هذا عادي تمام. اخذ وابدا ايش ادمج على كامل العين تمام. شوفوا كيف دمج سهل يا بنات، عادي حركه دائريه كذا وزعيها على عينك، ما تبغي عادي روحي وتعالي ما في اي مشاكل. راح اخذ دائما احنا نبدا بلون غامق تمام، ابدا في هذا. إذا أنت حابة مرة يغمق فأنت تبدأي في الأسود، بعدين تبدأي فوقه في الألوان، تمام؟ والله أنت أحسن ميك اب يا عمري، الله يسعدها يا رب، مرة شكرا. خلاص شوفوا، آخذ من اللون هذا، تمام؟ وأنا أبغى رسمة الكاتي كريس حقتي وين تكون؟ تكون بهالشكل، طبعاً اللي زي ما قلت لكم الآن الحالية موجودة أو المنتشرة، اللي الكل تقريباً يطلبها، اللي هي إيش؟ رسمة الكاتي كريس هذه. تمام يا بنات الكاتكري سهله، هي كيف كاني قاعده ارسم عين. شفتوا كيف احنا لما نرسم العين العاديه امشي بالضبط على دائره العين شايفين. الان متى ما وصلت عند نهايه العين انزل النزله هذه شايفين، انزل النزله هذه بعدين ارتفع خلاص. انا كذا ايش سويت؟ سويت نفس الخط الاول اللي راح يكون كمسار علشان امشي عليه. حقت الحواجب راح اخذ فيها لون بني خلاص. ليش أخذت اللون البني؟ إن شوي بغمق الخط حق الكاتكريس هذه تمام؟ شوفوا رسمة بسيطة شايفين؟ طبعاً بعدين برجع ثاني عن مبتدئات تمام؟ الآن من هذا اللون اللي هو العنابي شايفين؟ وأبدأ الآن يا بنات أدمج. طبعاً أنا إيش اخترت؟ اخترت أصغر فرشة دمج اللي هي هذه. ليه؟ لأني زي ما قلت قاعدة أدمج أصلاً في مكان ضيق فما ينفع تاخذي كبيرة خلاص؟ ابدا الان وين؟ فوق بالضبط الخط الاسود اللي انا سويته، عادي حطي كذا خلاص؟ بعدين ايش؟ افرشي يعني على الكامل، بعدين ايش الان؟ ابداي دمج، شوفوا كيف. الدمج اللي هو عباره عن حركه دائريه معروف، تمام؟ اللي هو اخلي حركه الفرشه نفسها تكون على شكل دائري. ليه؟ علشان يبدا الان تتموه معايا الحدود، خلاص يا بنات؟ مثل ما انتم شايفين. معاي وادمج، خلاص؟ لما ابغى ادمج اخذ لون افتح من اللون اللي فوق تمام، اللي هو اللون اللي انا الان اخذته، لا راح اخذ افتح منه شويه تكه معها هذه تمام. انفض وابدا وين ادمج؟ ادمج هنا شفتوا كيف. اخذ نفس اللون البني تمام يا بنات، وراح ايش اسوي؟ اسوي الجهه هذه الان اللي هي ايش هذه تمام. سهلات يعني حقيقي سهلات خلاص. شوفوا كيف راح اسوي كامل لاينر فوق عينها. اهلا وسهلا ناديه خلاص يا بنات شوفوا
يا بنات الشكل انت حرة فيه، انا بس اعلمكم الطريقة. طبعا الاشكال انت حرة فيها، بس اقول لكم اغلب الان اللوك المطلوب هذا اللوك اللي هو كذا يجي مقفل. تبغي تفتحين انت حرة، تبغي تقصري انت حرة برضه عادي. عيونك المبطنة وش في وش زينها ترى، بالعكس من اجمل انواع العيون. خلاص هذا طبعا هذه عجلة كوري لاين. اي فاونديشن يمشي معك، اي كونسيلر عندك يمشي معك كذا. وايش اسوي؟ انظف. وبنفس الوقت بنات انا مو الهدف التنظيف، الهدف كمان اني اخلي قاعده يثبت عليها لون الاي شادو اللي انا بحطه. تمام؟ فعادي انت نظفي بهالشكل، نختاره خلاص نشوف كيف شكله. شايفين يا بنات اللون طلع رهيب. طبعا انا هنا ايش سويت يا بنات، اخترت اي فرشه، اخترت فرشه مسطحه. ليه؟ انا ما ابغى ادمج هنا، ما في عندي شيء يبغى دمج. تمام؟ فعندك شيء ما يحتاج دمج تختاري له دائما فرشه مسطحه زي كذا. تمام؟ لان انا ما ابغى ادمج زي ما قلت. خلاص الآن أنا مو محتاجة هنا أحط مثبت جليتر يا بنات. ليه؟ لأن أنا أصلاً حاطة قاعدة كريمية اللي هي الأساس، فالأساس أصلاً عبارة عن جليتر. تمام؟ إذا أنت ما ثبتتي ببودرة لا، راح تحتاجي أنك تحطي مثبت. خلاص أنا ما ثبتته، راح إيش أسوي؟ أحط بهالشكل وشوفوا كيف يثبت معايا. أنا قصدي مو مبطن عادي، أنا هنا برسم لها آيلاينر. تمام؟ وأبغى شوي عريض خاص. عاد ما تكونوا طماعات يا بنات، مو كل شيء لنا. خلاص شوفوا راح ارسم لاينر عادي. ومنزله لكم 700,000 طريقه للاينرات، بس انك من اول محاوله لا خلاص ما ابغى وما ادري ايش. لا 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 يا حبيبتي اخف من كذا بكثير. خلاص